التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم السفير الأمريكي لدى بغداد دوغلاس سليمان، وتم بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتأكيد أهمية تحقيق المصالح المشتركة في المجالات المختلفة للشعبين الصديقين. الحكيم دعا واشنطن إلى التعاون في تفعيل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع بغداد لتنشيط الاستثمار في العراق والإسهام في إعادة إعمار المدن المحررة من عصابات داعش الإرهابية. من جهته أكد السفير الأمريكي اهتمام بلاده بسبل دفع مسار العلاقات الثنائية والتشاور الدائم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وعدد من القضايا الدولية التي تهم البلدين.